الابل دو ستار واليوم الابل دو ستار خدينا الصوت ديال عبد الحق الشراط اللي كتعرفوه في الاولى هو مذيع رياضي معروف الصوت ديالو معروف زعما باش تعرفوا اتصلنا بواحد الراجل وهضرنا معاه بالصوت ديال عبد الحق الشراط. السلام عليكم. وعليكم السلام. طبت اوقاتكم، اهلا بكم معنا في الدردشه الرياضيه. معايا حلم ولا يقظه؟ صبحتي رئيس فيلي. الله يحفظك. ديالك اول حاجه ما دخلتيش شنو فكرتي دير؟ معايا اشرح لي دابا، اشرح لي واش دابا مطلع عليا كضحك عليا ما فهمت والو مطلع عليا بريفي. اول حاجه غنبداو بها، كيف مرت الاجواء في الجمله؟ بخير الحمد لله. اشرح لي دابا مثلا تنوار وهادشي كامل اللي كتخربق ما فهمتش فيه. ما تواجهتك بداية اكيد كانت شي صدمه اداريا تقنيا كلاعبين كمدربين؟ ضروري كاين صدمات غير حياتك كلها صدمات. كحصيلة تقنية راضيين ما راضيين؟ مقتنعين ما مقتنعينش؟ جوج كاملين مقتنعين الحمد لله على كل حال. انت درتو على حساب جيبكم على حساب امكانياتكم على حساب الازمة؟ من ناحيتهم بجوج كتمشيو تجيو غريب غريب فهمتي، ماشي غندور لك فلوس. عانيتو من غير ديال الجمهور بطبيعة الحال؟ كيكونوا انتقادات بزاف وكنعاني من بزاف الحوايج ماشي غير الجمهور، بزاف الحوايج ماشي غير الجمهور ولا كاع. معايا صحتي رئيس فيلي ادري معايا شنو كنت وضعو في البناء؟ يلا 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 حتى هاد السيد في واحد 30 ثانية رجع رئيس كيهضر معاه على الجمهور. لا هذا كيقولها وكيقول من بعد شكون معايا دابا كيدير لها خاطر باش يقول لها شكون معايا. شكون هي؟ ماشي البدراوي هذا اللي كان؟ لا ماشي هو.